تخيلوا معايا لو فجأة كل الحيوانات أصبحت مصابة بالسمنة، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ أعتقد مطاردات المفترسات للحيوانات الأليفة هتبقى مضحكة جدا، حتى إن التمساح ممكن يطفو فوق المية وهو بيحاول يصطاد فريسته. طيب تعالوا نسيبنا من التخيلات ونتكلم جد شوية بقى. السمنة وزيادة الوزن ممكن تهدد حياة الحيوانات زي البشر بالظبط، ولكن الحيوانات في الغالب ما بتبقاش مدركة ولا فاهمة مخاطر الأكل الزايد، وده لأن الأكل بالنسبة لهم من أهم العوامل اللي بتساعدهم على البقاء، وبتفضل الحيوانات تاكل لغاية ما السمنة تسبب لهم أمراض خطيرة. واحدة من أكتر الصفات اللي بتتميز بها الأسود هي اللياقة البدنية، ولياقتها البدنية بتكتسبها من نمط حياتها اللي بيعتمد على مطاردة الفرائس. وعلى الرغم إن المفروض ده اللي يكون سائد بين كل الأسود، إلا إننا ممكن نلاقي بعض الأسود وزنها زائد بسبب السمنة وقلة الحركة. العلماء لقوا تفسير واحد منطقي للظاهرة دي، وهي إن الأسود وتحديدا الذكور بتكون كسلانة بطبيعتها، وبتفضل مأنتخة طول الوقت ولا بتجري ورا فريسة ولا بتعمل أي حاجة، وبينتظروا الأكل اللي الإناث بتصطاده، وبيفضل الذكور معظم الوقت عايشين ياكلوا ويناموا فقط، ودي حاجة ممكن توصلهم للسمنة ولمخاطر صحية كبيرة. لما بنحب نوصف أي حد إنه قوي وسريع ورشيق، فممكن نقوله ما شاء الله عليك عامل زي النمر في هجومه، ولكن ركز معايا لثواني على النمور دي يمكن تغير رأيك. النمور السمينة أو البدينة موجودة في منتزه النمور السيبيري في شمال شرق الصين، وبيعتبروا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وده بسبب مظهرهم الملفت ووزنهم الزائد. الناشطين في حماية الحيوانات طلعوا وحذروا من مدى خطورة السمنة على صحة النمور، واتهموا أصحاب المحمية إنهم بيتعمدوا إطعام النمور كميات كبيرة من الأكل، وده عشان يفضلوا محافظين على مظهرهم السمين اللي بيجذب الزوار، ومتجاهلين المشاكل الصحية اللي ممكن تصيبهم. ولكن أصحاب المنتزه الطيبين قالوا إننا مش قاصدين نزود وزنهم، إحنا بس بنديهم شوية دهون يحموهم من برد الشتاء القارس. اتعرفت القطط بإنها كائنات لطيفة ومسلية، ومهما كبر عمرها فبتحب دايما تتدلع وعايزة تتشال طول الوقت، ولكن مش عارف ده ممكن يحصل ازاي مع القط ده. القط ده اسمه بارسك وبيعيش في الولايات المتحدة الامريكية، وبسبب وزنه الزائد بقى طول الوقت نايم ومسترخي بالشكل ده. بارسك وزنه وصل ل 19 كيلو جرام، وما كانش فيه اي مكان في الملجأ قادر يستوعب حجمه الضخم، وده لغاية ما ظهرت طالبة جامعية وقررت انها تتبناه، وتعهدت قدام الملجأ انها تساعده يبدأ حياة جديدة بصحة وحيوية. وبالفعل خضع بارسك لحمية غذائية وتمارين رياضية عشان يفقد وزنه، وبقى عنده كمان حساب انستجرام وممكن تتابعه لو حابب تعرف تطورات حالته الصحية. ولكن طبعا قبل ما تروح تتابع اكونت القط بارسك ما تنساش تتابعني انا كمان. يلا انزل اعمل اعجاب بالفيديو واشتراك في القناة، مستني ايه؟ اصل عيب والله تروح تتابع القطة وما تتابعنيش. يعني العم فاتي مش اسم الفيلم مشهور ولا شخص بيعيش في حارة والناس بتحبه، ولكنه اسم الواحد من أشهر القرود في بانكوك. العم فاتي قرد شهر بوزنه الزايد وسمنته المفرطة، حتى انه ما بقاش يعرف يمشي وبقى رامي بطنه قدامه على الأرض طول الوقت. العم فاتي وصل لوزن 27 كيلو جرام، واكتسب وزنه الزايد نتيجة لتواجده في أسواق الأكل المحلية، وللأسف معظم الناس هناك بقت بتصوره على انه حاجة مضحكة وغريبة، وكانوا دايما بيدوله أكل كتير ومتجاهلين المخاطر اللي ممكن يتعرض لها. بعد شهرة العم فاتي بدأت منظمة حماية الحيوان تاخد بالها منه، وبالفعل اتحركوا ونقلوا المزرعة مخصصة عشان تهتم بيه ووزنه يرجع لطبيعته. آخر الأخبار عن العم فاتي كانت بتقول إنه قدر يخسر 3 كيلو من وزنه، ولكنه للأسف من بعدها محدش سمع عنه أي أخبار تاني، ومن الواضح إنه مات بسبب السمنة والوزن الزائد. تخيلوا معايا لو حيوان ضخم زي الدب أصابته السمنة، يا ترى ممكن شكله يكون عامل إزاي؟ اشتهرت حديقة كتاماي في ألاسكا باحتوائها على أنواع كتيرة من الدببة الضخمة، ومش بس كده، ده بيعملوا هناك مسابقات كل سنة بيحددوا فيها مين أكبر دب عندهم. وفي سنة 2019 قررت إدارة الحديقة تنقل المسابقة للفيسبوك وعملت تصويت هناك، وفاز بالمسابقة أنثى دب اسمها هولي، وبكده أصبحت أكبر وأدخن دب موجود في الحديقة. الدبة هولي سموها بعد كده بملكة البدانة، واعتقد لو شفت شكلها مستحيل ابدا تنساه. حيوان الراكون بيتصنف من ضمن الحيوانات صغيرة الحجم، وعنده وش شبه الثعلب وجسم بيشبه القطط. الراكون الطبيعي وزنه بيتراوح ما بين 3 كيلو و 9 كيلو جرام،
ولكن الراكون ده أصابته السمنة ووصل وزنه ل 34 كيلو جرام، وده بيعادل 4 أضعاف حجم الراكون العادي تقريبا. الراكون ده دخل موسوعة جينيس كأضخم وأسمن راكون في العالم، ويقال إن سمنته كانت نتيجة لمشاكل في الغدة الدرقية، وفضل عايش عند سيدة في ولاية بنسلفانيا، وده لغاية ما مات في سنة 2004 بسبب السمنة. لو كنت من اللي بيحبوا تربية الكلاب، فأنت غالبا ممكن تفضل اقتناء كلب ضخم ينفع تستخدمه في الحراسة، ولكن لو كانت ضخامة الكلب بسبب وزنه الزائد هل ممكن تهتم باقتنائه؟ الكلب اللي قدام حضراتكم حاليا اسمه دينيس الألماني الصغير، وتسمى بالصغير لأن السمنة أصابته وهو صغير في السن. وعلى الرغم أن دينيس في الأساس بيعتبر من سلالات الكلاب صغيرة الحجم، إلا أن وزنه وصل ل 25 كيلو جرام لما كان عنده 6 سنين، وده وزن كبير جدا وخطير على كلب في سنه. دينيس وصل للوزن ده بسبب صاحبه اللي كان دايما بيأكله البرجر والبيتزا، والمشكلة في دينيس مش في وزنه الضخم فقط، وده لأنه مع الوقت وزنه عمل له مشاكل في التنفس والحركة وتسبب له في التهابات جلدية كمان، ودي حاجة كانت كفيلة انها تخليه يفضل تعبان طول الوقت. الغوريلا بتعتبر من أضخم أنواع القرود المعروفة للإنسان، ولكن ما أعتقدش ان في غوريلا وصلت لحجم الغوريلا جاكي. جاكي أطلقوا عليها اسم إنسان الغابة البدين، والهانم دي موجودة في حديقة بماليزيا ووصل وزنها ل 100 كيلو جرام. جاكي وصلت للحالة دي نتيجة لتناولها المتكرر والكتير للوجبات السريعة، والوجبات دي كانت بتتقدم لها من الزوار على مدى سنوات طويلة، وكانت النتيجة ان جاكي اتصابت بارتفاع الضغط وامراض القلب وامراض تانية كتير، واضطروا في النهاية ينقلوها لانجلترا لمركز لانقاذ القرود. وحاليا جاكي بتتبع حمية غذائية صحية اساسها الخضار والفواكه فقط. السنجاب من الحيوانات البرية المعروفة بحجمها الصغير نسبيا، وعنده رشاقة ولياقة بتسمح له بتسلق الأشجار بسهولة، ولكن في ولاية كاليفورنيا وتحديدا في محمية قريب من سانت باربرا ممكن هناك نقابل سناجب ضخمة ووزنها ملفت جدا للانتباه. السناجب دي اتصابت بالسمنة بسبب زوار المحمية. الزوار كانوا دايما بيأكلوا السناجب مختلف أنواع الأكل طول الوقت، وده لغاية ما وزنها أصبح حاليا أكتر من ضعفين وزن السنجاب الطبيعي. أعتقد السناجب دي ما بقوش محتاجين يتنططوا فوق الأشجار عشان يدوروا على الأكل خلاص، زوار المحمية قايمين بالواجب وزيادة. وبكده كنت كلمتكم النهاردة عن أشهر الحيوانات المصابة بالسمنة والوزن الزائد. هل يا ترى حاسس إن وزنك زايد وعندك سمنة زيهم؟ اكتبولي طولكم ووزنكم تحت في التعليقات، وأنا هشوف تعليقاتكم وهقولكم إذا كنتوا محتاجين تخسوا ولا لأ. وياريت طبعا ما تنسوش الإعجاب الجميل بالفيديو والاشتراك في القناة. كان معاكم أخوكم محمد جابر، وأشوفكم على خير الحلقة الجاية.